نحن الآن نقف في المنطقة 55 بسوريا، المنطقة العازلة التي تضرب طوقا حول هذه القاعدة الأخطر في البلاد. إنها قاعدة التنف الأمريكية، حيث ينتشر داخلها مئات الجنود الأمريكيين إضافة لجنود من جنسيات أخرى تتبع لدول التحالف ضد داعش. كما تصل وتجول هنا أسلحة هي الأكثر تطورا وفتكا بالعالم، من مدرعات وقاذفات وراجمات وصواريخ ومضادات طيران وطائرات مقاتلة. وإن ابتعدنا عن قاعدة التنف بضع كيلومترات وتحديدا إلى هنا في أقصى نقطة شمالية شرقية، حيث تلتقي حدود سوريا بالأردن والعراق، فإنك ستقف في القاعدة الأمريكية البرج 22. هنا حيث قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب العشرات بعد أن باغتتهم طائرة دون طيار وصبت عليهم جام غضب نيرانها وقذائفها. وبغض النظر إن كانت إيران تقف خلف الهجوم كما تقول واشنطن، أم أن لا ناقة لها في الهجوم ولا مسيرة كما تقول طهران، فإن حقيقة الأمر تبقى أن من يعرف بتفاصيل وأحداثيات هذه القاعدة هم قلائل، وبالطبع على رأسهم الميليشيات المدعومة من إيران، لأن قاعدة البرج 22 تحيطها الكثير من السرية، ويتمحور دورها حول الدعم اللوجستي لقاعدة التنف الرئيسية، وتحتوي على 350 من عناصر الجيش الأمريكي والقوات الجوية. إذ إن مقر حامية التنف الواقعة في الناحية السورية من الحدود مع الأردن كانت بحاجة لقاعدة إمداد خارج حدود سوريا، فكانت قاعدة البرج 22 قريبة جدا من التنف ولكن داخل حدود الأردن. ومن خلال الحامية الصغيرة فيها، لطالما كانت قاعدة البرج 22 على مقربة من القوات الأمريكية في التنف، لدرجة أنها يمكن أن تساعد في دعمها، وفي نفس الوقت بإمكانها مواجهة الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة، والسماح لقوات التحالف بمراقبة فلول تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وإن كان الهجوم قد استهدف قاعدة البرج 22 الأمريكية، فإن الهجوم عليها وكأنه يقول: الضربة لك يا كنا، فتلقي الصفعة يا جارة. وبالطبع في كلتا الحالتين الضربة هي لأمريكا، إلا أن الجارة في الاستعارة هنا هي البرج 22. أما الكنا فهي قاعدة التنف التي ما زالت تشكل ثقل التواجد الأمريكي في سوريا، رغم وجود عديد المواقع الأمريكية الأخرى التي تقول تقارير إعلامية إن عددها يصل ل28، بين 24 قاعدة عسكرية وأربع نقاط تواجد. لكن يبقى للتنف حظوة على غيرها من قواعد الأمريكان في سوريا، ولنا أن نحكي أولا بعضا من تاريخها، ونروي أهميتها التي دفعت واشنطن لاستثنائها من قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا حين أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018. ولتكن البداية من تاريخ التأسيس الفعلي لقاعدة التنف، وذلك في عام 2016، وتم اختيار مكانها عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق، ولتقع في أرض تتبع إداريا لمحافظة حمص في سوريا. ورغم ما يقوله معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إنها تضم ما بين 100 إلى 200 من العسكريين الأمريكيين، إلا أن تقارير أخرى تؤكد أن الأعداد أكبر بكثير، خاصة مع وجود جنود بريطانيين ومن دول أخرى مشاركة بالتحالف. وعلى مر السنين الثمان الماضية عملت أمريكا على توسيع القاعدة العسكرية في التنف، وزودتها بأسلحة شديدة التطور والفتك، بينها راجمات صواريخ متطورة وطائرات متنوعة لتغدو التنف الموقع الوحيد الذي فيه وجود أمريكي كبير في سوريا خارج الشمال الذي يسيطر عليه المقاتلون الأكراد المدعومون من واشنطن. وسرعان ما تحول هدف الموقع كقاعدة تدريب لجماعات من المعارضة السورية بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، إلى قاعدة يتمركز عملها على قطع نقل إمدادات الأسلحة من إيران إلى سوريا ومقاتلي حزب الله اللبناني، على اعتبار القاعدة تقع على واحد من الطرق السريعة الرئيسية بين بغداد ودمشق.
وهكذا منحت قاعدة التنف القوات الأمريكية إمكانية استخدام راجمة هايمارس الصاروخية المتطورة وغيرها من الأسلحة الحديثة، وكذلك إرسال الطائرات المسيرة في المنطقة مع جعل هذه القاعدة مرتكزا وقاعدة لانطلاق وتحرك بري في أي وقت يتطلب الأمر حال تزايد تهديد الميليشيات الإيرانية أو حزب الله، نظرا لإمكانية وصول الإمدادات الآمنة لها من العراق والأردن. وبالتالي فإن هذه القاعدة تمنح القوات الأمريكية فيها بحسب محللين عسكريين مساحة للمناورة داخل سوريا بأكثر من جهة وحتى خارجها إن لزم الأمر، كما أن أمريكا تستخدم القاعدة لإقناع الأردن أنها تحميه وتخدم مصالحه، رغم المخاوف الأردنية من تهديد تراه دائما في مخيم الركبان، حيث تجمع آلاف النازحين والمهجرين جراء الحرب على داعش، ولم يسمح الأردن بدخولهم فبقوا عالقين في مخيم قرب قاعدة التنف، التي تؤكد التقارير الأمريكية الصادرة مؤخرا أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تفكر أبدا بالانسحاب منها، لأن من شأن هذه القاعدة الحفاظ على موطئ قدم أمريكي جنوب سوريا. فإن كان ما تعلنه واشنطن أن السبب الوحيد لاحتفاظ الولايات المتحدة بوجودها داخل سوريا هو محاربة الإرهاب، فإن القاسي والداني يعلم أن الأهداف تتعدد وتكثر، وتبقى مدا وجزرا طالعة نازلة في خفة أنشوطة، في وقت يبقى الغرض الأساسي استنزاف إيران وروسيا والسيطرة على مقدرات النفط والثروات في المنطقة. فإذا ما نظرنا إلى قاعدة التنف فإننا سنرى على الفور كيف تحيط بالقاعدة منطقة عازلة بطول 35 ميلا أي نحو 55 كيلومترا مربعا، وذلك بهدف منع نشوب صراعات محتملة مع القوات الروسية وميليشيات إيران. وبالتالي كان لابد من تأمين هذه القاعدة بجدار خرساني طويل إضافة إلى حواجز محمية للغاية. ويوجد داخل القاعدة مهبط طائرات يستخدم لنقل الجنود والإمدادات العسكرية. ولنفهم أهمية هذه القاعدة للأمريكان يمكن أن نطلع على تقرير مؤسسة بروكينجز الأمريكية، الذي يكشف أن هناك تكاليف ملموسة وغير ملموسة للحفاظ على الوجود الأمريكي في التنف، بعد أن بلغت الميزانية المطلوبة لتدريب وتجهيز القوات المتمركزة في القاعدة في عام 2020 وحده نحو 200 مليون دولار، في حين أن التكاليف الحقيقية لصيانة القاعدة أكثر تعقيداً، كما أن الدفاع عن القاعدة يتطلب قوات قادرة على حماية نفسها بقوة رد فعل سريعة ودعم مدفعي وقدرة طبية وجهد استخباراتي قوي لاكتشاف التهديدات، إضافة إلى تأمين قوة نيران قريبة أو تحت الطلب للردع، وهي المهمة التي تطلع بها قاعدة البرج 22. وبالعودة إلى قاعدة التن فإنها مكبلة من الناحية اللوجستية، لأن الضرورات العسكرية والأمنية حتمت عدم وجود طرق معبدة إلى التنف، لذا تصل جميع الإمدادات جوا أو عبر قوافل من خلال الصحراء. وعلى الرغم من أن التقارير الرسمية الأمريكية تقول إن هدف وجود القاعدة اليوم تدريب قوات المعارضة السورية المحلية على مواجهة مقاتلي تنظيم داعش، إلا أن الأمر بالطبع أكبر من هذا، جراء وقوع القاعدة على طريق يعد حلقة وصل حيوية للقوات المدعومة من إيران إلى جنوب لبنان وإسرائيل، وهو ما استدعى مراكز بحثية عسكرية مستقلة لوضع 4 أهداف رئيسية لاستمرار وجود قاعدة التنف، أولها وأقلها أهمية اليوم مواصلة الحرب ضد داعش، وثانيها التمتع بنفوذ في المفاوضات المتعلقة بمستقبل سوريا، وثالثها تقويض الأنشطة المدعومة من إيران على طول الجسر البري من إيران إلى لبنان، أما رابعها وأهمها خلق توازن رعب مع روسيا في سوريا، خاصة وأن منطقة شرق الفرات بؤرة بالغة التعقيد، وتتداخل فيها كل عناصر الاشتباك محليا وإقليميا ودوليا. ولذلك تتوارد بين الفينة والأخرى أنباء عن تعرض قاعدة التنف لقصف وهجمات من أطراف الصراع، سواء روسيا أو إيران أو حتى قوات النظام السوري،
لكن لم يحدث قبلا أن وقع هذا العدد من جنود أمريكا قتلى وجرحى بقصف على أحد مواقع واشنطن بسوريا. وبالإمكان العودة بالذاكرة إلى هجمات يونيو 2022 عندما استهدفت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي موقعا في قاعدة التنف، لكن لم ترد أي أنباء حينها عن أضرار مادية أو بالأرواح، وكثيرا ما تكرر مثل هذا النوع من الهجمات. إلا أن ما حدث مؤخرا كان الجميع يعلم أنه يقتضي ردا مختلفا جدا من أمريكا، وبالفعل هذا ما حدث.